والله يعني طبعًا. ايه اللي انت حاسه؟ حاسس باللي انت بتقولي باللي انت بعد النجاح الكبير اللي حضرتك حققته بمسرحيه بودي جارد هنا في اتلانتيك سيتي، هل ناوي انك انت تكمل الجوله في ولايات امريكا؟ والله في عروض ان شاء الله، رايح لاس فيغاس بعد كده وفي عروض تانية. طيب بيقولوا ان بعض العرب عرب امريكا ذوقهم بيختلف عن عنا احنا العرب في الدول العربيه. لا 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 مين اللي قال؟ انت شفتي الناس؟ احنا شفنا الناس الحمد لله طبعا طبعا، يعني حاجه مش ممكن. هم مشتاقين لده ومحتاجين لده ومحتاجينه لايف كمان ومحتاجين، والحمد لله ان انا فنان لكل العرب يعني. اكيد طبعا. طب حضرتك بعد 15 سنه من اخر عرض مسرحي ليك هنا في امريكا رجعت النهارده، اكيد اللي انت شفته النهارده وامبارح واللي احنا اكيد هنشوفه بكره، كل يوم بيبقى احلى من اليوم اللي قبله، هيخلي عندك حافز تستحمل المسافات الطويله وتيجي على طول امريكا استراليا، نروح لاخر العالم عشان اقابل جمهوري. جميل. سفير النوايا الحسنه لشؤون اللاجئين وسفير البسمه والضحكه على قلوب المغتربين، هل ليك رؤيه خاصه في دور الاعلام بشكل عام في الوضع الحالي اللي بيمر بيه العالم؟ طبعا الاعلام مهم جدا في اي وقت يعني وباي صوره. نعم طبعا، وانا ارجو الاعلام كمان يوصل الناس دول صورتنا الجيده، صورتنا الكويسه مش صورتنا السيئه يعني. طيب حضرتك الفن رساله سلام، من المنطلق ده وبشكل خاص ايه اللي ممكن يقدمه الفنان العربي؟ والله يكفي ان هو فن في حد ذاته، الفن في حد ذاته ده حضاره. نعم. وثقافه. نعم. وتاريخ يعني، واخد بالك؟ وجود الفن عندنا شيء جميل جدا، واحنا بلاد عندها فن من زمان من قديم يعني. نعم. عادل امام، هو عادل امام يا جماعه، بتحبوا عادل امام؟ ربنا يوفقك. وعادل امام نسخه واحده غير قابله للتقليد. ميرسي يا زعيم. الفنان الشامل عزت ابو عوف، مش عارفه اقول لك ايه، وراك وراك حتى في اتلانتيك سيتي، حتى في اتلانتيك سيتي امريكا استعجبتني. الاي ار تي انتوا كلكم موجودين، حاجه جميله جدا على فكره. طبعا اي ار تي يعني حضرتك كنت من المشاركين الاساسيين فيها، سواء بتقديم البرامج باعمالك الفنيه الغنائيه والمشاهده كمان. انا ادكت لاي ار تي طبعا. رائع، جميل خالص طول عمرك. استاذ عزت، يعني دورك في المسرحيه دور جميل جدا، مسرحيه بادي جارد وفرحه المشاهدين وفرحه حاجه عظيمه. صحيح حاجه عظيمه فعلا يعني. انا ما كنتش ابدا اعتقد يعني، اقول لك على حاجه، هم قالوا لنا تعالوا هنطلعكم من حته من ورا علشان الزحمه والناس، كلنا بنصر ان احنا نخرج علشان نسلم على الناس، لانه احساس غريب جدا علينا اللهفه اللي هم ملهوفينها، فدي بتخلينا بجد ولو الواحد طلع تعبان وكده، لكن بنصمم كلنا احنا نطلع ونسلم على الناس واحنا خارجين. يعني الغريب اللي انا لاحظته ان في ناس مش بيتكلموا عربي كويس. لسه حالا عامل له اوتوجراف، مديل له اوتوجراف دلوقتي. هازم هازم، قال لي هازم. ناس كتير قوي ولكن بيضحكوا جوه معاك. ايوه ده حقيقي. ازاي؟ وفي منهم امريكان يعني، يمكن ما جوش مصر ولا زرعوا بيضحكوا. هو دي قوه عادل امام على العموم، انه بيقدر يضحك. وقوتكم اكيد. ربنا يخليك. طيب الفنان عزت ابو عوف، دلوقتي كنت ليك ادوار مؤثره جدا في رمضان، حبيناك وكنت رائع يعني وهايل. يعني حكايه حبيناك دي بيتكره باستمرار في ادواري. لا 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 لا. حتى لو ادواء الدور شرير شويه مع مرات امين، بس لا برضه اكيد. ليك حاجات، ليك جولات هتكون في امريكا المره دي؟ احنا لسه عندنا يعني طالعين بعد كده على لاس فيجاس، بعد لاس فيجاس بيقولوا ان احنا هنطلع ديترويت، بعد ديترويت بيقولوا ان احنا هنروح كندا، مش عارف نرجع مصر امتى. ازاي؟ جميل. اول مره ليك عرض مسرحي في امريكا؟ يعني في امريكا ان انا اشتغل اول مره، يعني مش اول مره زياره، لكن اول مره اشتغل في امريكا بعرض مسرحي او باي حاجه ثانيه. رده الفعل كانت فظيعه. مش يعني انا لغايه دلوقتي لسه مش قادر اتخيل الرياكشن بتاع الناس الغريب ده. بصي حضرتك بنفسك، صحيح حاجه جميله. يعني انا نفسي جوزيف، نفسي بس تاخد منظر الناس كده وهم واقفين علشان المشاهدين يشوفوا. يا بص الناحيه الثانيه كمان، ويف everybody ويف ويف say hello. هخلص بقى نصور على طول يعني. مش ممكن مش ممكن يعني، حب الناس ليك حب كبير فعلا، كنز. ده حقيقي، ده الكنز اللي ما بيتعوضش بجد. ده صحيح، دي اهم حاجه الواحد بياخدها، انه يحس قد ايه الناس بتحبه. يمكن اهم
من اي حاجه تانية. صحيح، يعني فعلا قدرتوا توصلوا للمغترب فرحه العيد اللي هو مستنيها. ويعني دايما الاستاذ عزت ابو استاذ الفنان المثقف هيكون لينا حوار ضحك ولعب وجد، نتكلم بضحك ولعب وجد وحب فعلا. بس هسيبك ترتاح دلوقتي، والف الف مبروك نجاح العرض. ربنا يبارك فيك وانتي بالصحه والسلامه. نجم من النجوم الشباب اللي اثبتوا وجودهم جدا في رمضان، كانوا كل يوم بيدخل علينا ضيف خفيف في العطار والسبع بنات وفي اميره في عابدين، وبدايته كانت مع العائله والناس، ودلوقتي هو في امريكا مع فرقه بادي جارد الفنان عادل امام والفنانة عزت أبو عوف وشيرين سيف النصر، وطبعا بطلنا الشاب الجميل خالد سرحان. مساء الفل. مساء الفل، اهلا وسهلا بيكم في نيويورك، واهلا وسهلا بجمهور الاي ار تي. والدنيا ساقعه تلج، الدنيا ساقعه تلج واحنا متلجين. هنتكلم بسرعه قوي يا خالد. عايزه اعرف ايه قصتك مع عادل امام، بادي جارد وامير الظلام، ومتبنيك قوي في ايه؟ والله هو انا طبعا انا ليا الشرف اولا ان انا ابقى مع نجم كبير زي الفنان عادل امام. انا سافرت معاه اكتر من سفريه، سافرت معاه يمكن 7 أو 8 سفريات داخل مصر وخارجها، ومنهم كانت سوهاج لما رحنا علشان خاطر موضوع الاطار والحاجات ديت. وفنان حقيقه ليه موقف وانا بحبه جدا، وانا فرحان جدا ان هو متبنيني وواقف جنبي يعني بشكل جميل جدا. بدايه من عملت معاه دور صغير في رساله الى الوالي، ومع انا ورامي عملنا جزيره القرعه ومسرحيه البودي جارد، واخيرا كان امير الظلام مع الفنان عادل امام. طيب خالد، يعني انت نجم، بدايه نجم فعلا، يعني اللي شفناه في العطار والسبع بنات، يعني فعلا خالد سرحان ممكن يشيل فيلم لوحده او بطوله جماعيه مع الممثلين الشباب. امتى ممكن نشوفك في حاجه لوحدك بقى بعد ما اثبتت وجود غير عادي في رمضان؟ الحمد لله طبعا لاي حاجه، طبعا مش نجم ولا حاجه يعني، الحمد لله بدايه نجم. ربنا يخليك، ده كتير قالوا بالخير تجدوه. ربنا يخليك، ده كتير عليا، بس انا ان شاء الله باذن الله في حاجات تانية بعد العطار، بس بعد ما نرجع من امريكا وبعد ما نخلص الساقعه التلج اللي احنا فيها ديت، لان احنا متلجين وانت عارفه عمالين بندور على لوكيشنز نصور فيها، والحقيقه وجعانين ووفاء تعبانه معانا من بدري يعني. لكن انا سعيد جدا جدا ان انا يمكن تاني مره ابقى على شاشه الاي ار تي، وسعيد جدا جدا ان انا هنا في نيويورك، وانا طبعا ده لوكيشن جديد عليا جدا. يعني حاسس الواحد كده ربنا بيكرمه بحاجات كتير قوي يعني. خالد انا يعني شايفه فيك بجد بدايه نجم، ويعني عايز قلب منتج من حديد يثق فيك كده ويديلك فرصه انك انت تطلع لنا بفيلم، يعني مش هقولك زي الافلام اللي بتجيب ايرادات دلوقتي، بس انا متخيله انها هتكون زيها واحسن، وربنا يوفقك. ربنا يخليكي، ميرسي ليكي وميرسي للاي ار تي، ويعني ويا ريت تحسوا بينا والتلج اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، ونرجع على اللوبي ونرجع على اللوبي تاني ونقعد في الاوتيل علشان